لكن يسعدنا أن يكون معنا الآن سيادة السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق. سيادة السفير، برحب بحضرتك معنا. سيادة السفير، أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. طيب إحنا بنتحدث طبعا عن جلسة مجلس الأمن النهاردة، ووجود طبعا لأول مرة رئيس مصري يحضر هذه الجلسة. حضرتك بالتأكيد تابعت هذه الجلسة، عايزين برضو نعرف من حضرتك ماذا كان محتوى كلمة الرئيس السيسي، ولا أي مدى كان وجود مصر أيضا مؤثر، وأعاد دور مصر بالنسبة لمشاكل الشرق الأوسط. هو يعني طبعا الكلمة مهمة لأنها بتدخل بصمة ثانية أو حتى بتدخل العالم العربي مرة ثانية نعم في صلب المسألة السورية اللي كانت يعني تم إقصاء العرب منها، وأصبحت أمريكا وروسيا هم المتحكمين فيها وفي كل مقدراتها. وبالتالي كلمة الرئيس النهاردة أنا في رأيي إن هي بداية لدخول عربي جديد نعم مؤثر في حل المسألة السورية، ولو أن على الأرض لا زالت هناك قوى مؤثرة ومسيطرة زي تركيا وإيران وروسيا وأمريكا، ولكن الخطاب اليوم أنا أعتقد أنه أوضح للعالم أنه مصر تستطيع أنها تلعب دور وأن هي تقدم اللي ما قدرش بعض القوى أنها تقدمه لدفع الحل السياسي في الموضوع السوري اللي للأسف الشعب السوري هو دفع ثمنه. نعم نعم إذن يعني يمكن نقول برضو وجود مصر يعني أكيد بيعيد للعالم كله دور مصر الهام في مشاكل الشرق الأوسط، وده يمكن بيأيده مش بس كلمة الرئيس السيسي في اجتماع مجلس الأمن، لكن بالأمس كلمة الرئيس في الجمعية مظبوط العامة للأمم المتحدة. أيضا لو حضرتك تلقي مظبوط الضوء على أهم النقاط اللي ذكرها الرئيس، وتحدث عن العديد من المشاكل الحقيقة اللي في المنطقة، تحدث عن ليبيا، تحدث أيضا عن الأزمة الفلسطينية الإسرائيلية، تحدث عن العديد من الأزمات. فإلى أي مدى أيضا حضرتك يعني رؤيتك لهذه الكلمة؟ طبعا يعني هو النداء اللي وجهه الرئيس بشأن القضية الفلسطينية أعتقد إنه هو يعني مبادرة يعني لا تبعد كثيرا عن المبادرة اللي أطلقها الرئيس السادات منذ عدة سنوات للوصول إلى حل سلمي مع إسرائيل. أعتقد إنه مصر أصبحت بتتمتع بسياسة عقلانية كل الدول بتقدرها وبتستمع إلى كلماتها. مصر في هذه الدورة أصبحت لها كلمة مسموعة ومنتظرة من الجميع، فأنا أعتقد إنه الظهور الثالث للرئيس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة كان بمثابة تأكيد وتثبيت لفكرة الدولة المصرية، وإن مصر خلاص تجاوزت كل ما كان يقال من قبل على ثورة 30 يونيو من سلبيات. الآن مصر دولة قوية راسخة مستقرة تستطيع تلعب دورها، وتجاوزنا كل الكلام اللي كان بيتقال في السنوات الماضية. نعم. طيب هل حضرتك تابعت ردود الفعل حول هذه الكلمة؟ يعني يمكن طبعا كانت الأنظار، وأيضا تم الحديث عن أنه كان هناك حوار للرئيس. نعم يعني تطلعنا برضو حضرتك على ردود الأفعال اللي كانت على كلمة هو الرئيس. نعم يعني هي ردود الفعل لغايه دلوقتي تعتبر ايجابيه او بالذات في الصحافه الاسرائيليه مثلا على سبيل المثال، ولكن هذا لا يكفي لانه انا دائما بحذر من ان الاداره الاسرائيليه اداره لا تملك الرغبه او الاراده السياسيه في تحقيق سلام مع الشعب الفلسطيني، وبالتالي يجب ان لا نخدع ببعض الكلمات المعسوله اللي صادره من الصحافه الاسرائيليه او بعض الساسه الاسرائيليين. نحن نريد فعل على الارض وليس مجرد كلام وتبريكات لي ويعني مدح في كلمه السيد الرئيس، نريد افعال من جانبهم نعم ونوايا صادقه واراده سياسيه. طيب أيضا ما تعليق حضرتك على لقاء الرئيس السيسي بكل من هيلاري كلينتون ودونالد ترامب؟ طبعا خطوه فيها بعد نظر، انه من الضروري ان دوله زي مصر تكون عندها او مطلعه تماما على افكار المرشحين لمنصب الرئاسه نعم الامريكيه، لان احنا هنخوض معهم 4 سنوات على الاقل القادمه
هيكون فيها اكيد بدايه لعهد جديد في العلاقه المصريه الامريكيه، وبالتالي انا اعتقد ان هي كانت لقاءات مفيده وضروريه وفيها بعد نظر، واعتقد ان هي هتخدم فيما بعد العلاقه المصريه الامريكيه في المستقبل القريب. نعم، يعني إذا بكل المقاييس بنعتبر طبعا يعني كلمة الرئيس أيضا ووجوده في مجلس الأمن كان لهم أبعاد، يعني أبعاد قوية هي جدا. الزيارة حضرتك بصفة عامة ناجحة، التقى رئيسة وزراء بريطانيا الجديدة، صحيح، عليك عارفة إن كان في بعض الفتور في العلاقة بين مصر وبريطانيا، إذا زيارة الرئيس للأمم المتحدة لم تكن فقط من أجل المراسم التقليدية اللي هي إلقاء كلمات أو حضور جلسات، ولكن أيضا لتحسين العلاقة المصرية الثنائية مع بعض دول العالم. هايل. أنا بشكرك الحقيقة، شكرا جزيلا لكل هذا الإيضاح شكرا سيادة السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق. شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا زي شكرا.